السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم بسبوسه بالكريمه، كتجي رائعه ولذيذه بزاف. غنحتاجوا في المقادير ديال الكريمه 3 معالق كبار من السكر، كيس واحد من السكر فاني فيه 7.5 غرام، نص لتر ديال الحليب، جوج معالق كبار من كريم باتيسير بودره. غادي نبداو في تحضير الكريمه. في كاسرونه كنديروا داك نص لتر ديال الحليب، تنضيفوا عليه السكر، كنضيفوا عليه الفاني. غادي نسمو هاد الكريمه هادي بالفاني، وغادي نضيفو عليها جوج معالق كبار عامرين من الكريم باتيسير بودره. وكنحطوها فوق النار اللي كتكون متوسطه مع التحريك المستمر باش ما تكورش لينا. حنا كنحركو حتى كتغلى، ملي كيغلى الحليب كتبدا تعقد وكتختار، صافي كنطفيو عليها البوطه. الان بعد ما كنزولوا الكريمه من فوق النار، كنجيبوا معلقه صغيره ديال الزبده ونضيفوا عليها معلقه صغيره عامره ديال الزبده. هاد الزبده هادي ما غتخليش لينا هذيك لا كريم دير هذيك القشره اللي كتكون الفوق. غادي نحرك مزيان مع هذيك الزبده حتى كتذوب فيها، وكنخليوها على جنب كتكون على هذا الشكل، كنخليوها حتى كتبرد فقط في المطبخ. من بعد كنعمروها في هذا جيب حلواني باش نديروها في البسبوسه ديالنا. غادي نحتاجو في المقادير ديال البسبوسه، عندنا فيها جوج ديال البيضات، علبه واحده من ياغورت بنكهه ديال الفانيلا او الحامض فيه 110 غرام، 3 معالق كبار او جوج ديال الكوك جوز الهند، جوج كيسان ديال السميده الرقيقه، نص كاس ديال الزيت، كاس من السكر، جوج اكياس من الخميره، كل كيس يحتوي على 8 غرام. انا غادي نبداو في الطريقه. في واحد الخلاط الكهربائي غادي نديرو جميع المقادير، جميع السوائل، غنديرو البيض، غنضيفو الزيت والياغورت، وغادي نطربو الكل مزيان. الان غادي نضيفو النواشف، غادي نضيفو الكوك، جوج معالق كبار عامرين ديال الكوك او جوز الهند، وغنضيفو السميده الرقيقه، جوج كيسان ديال العلبه، هنا القياس بكاس العلبه واي كاس ديال الشاي اللي كيكون متوسط. غادي نضيفو جوج اكياس ديال الخميره ديال الحلوى. الان كنحركوا الكل بواحد المعلقه باش ما يتكورش لينا الخليط، وكنعاودوا نخفقوه مزيان. دابا كنجيبوا القالب اللي غادي نطيبوا فيه البسبوسه، كيكون متوسط، كندهنوه بالزبده، غندهنوا بواحد المعلقه صغيره عامره ديال الزبده. هنا بالنسبه للقالب كيكون متوسط، ما يكونش كبير بزاف، فقط متوسط. غادي ندهنوا مزيان من الوسط ومن الجناب، من بعد كنجيبوا السميده الرقيقه وكنرشوه بها مزيان بهذا الشكل هذا. كنجيبو الخليط ديال البسبوسه ديالنا اللي وجدنا في الاول، وكنصبوه في القالب بهذا الشكل، كيكون القوام ديالو على هذا الشكل. حتى الا حسينا بها ثقيله بزاف ممكن نزيدوها واحد نص كاس او ربع كاس ديال الحليب. دابا كنجيبو ديك الكريمه بعد ما درناها في جيب حلواني، وكنديرو بها خطوط بالطول وبالعرض بهذا الشكل. غادي ندخلو الحلوى ديالنا الفران اللي كيكون سخون من قبل على درجه حراره متوسطه، كنشعلو من الفوق ومن التحت على النار اللي كتكون مهيله بزاف، كنقطعو عليها النار وكنخليوها كطيب على خاطرها حتى كطيب مزيان وكتحمر. بعد ما كنخرجوها من الفران وهي سخونه، وكنحضروا واحد السيرو اللي هو بارد او لا العكس. بالنسبه للسيرو فيه كاس من السكر، قطعه من الليمون الحامض، وجوج كؤوس ديال الماء، كنغليهم فوق النار حتى كيغلاو مزيان، بعد كنسقيو بهم البسبوسه ديالنا على هذا الشكل. وكنرشها بشويه ديال الكوك جوز الهند، كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي رائعه جدا لذيذه بزاف، وديك الكريمه كتجي فيها في الوسط. كنتمنى تجربوها. انا هنا غادي نقطعها باش نوريها لكم من الداخل كيف كتجي.
كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجبتكم، تجربوها. ما تنساوش الا عجبتكم ديروا جيم وتشاركوا معايا في القناه الا كنتو باقي ما مشتركينش. ما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. نتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله.